الحكايات مع الأمهات عن متابعة التدريبات وتشجيع الأولاد في المباريات مش بيخلص. تعظيم سلام لكل أم في برنامج البطولة أمهات. ومعانا النهاردة بطلة جديدة من بطلات برنامجنا البطولة أمهات. عرفينا بنفسك. منى فتحي، أنا عندي أولادي كلهم بيلعبوا رياضة تقريبا. ابني الكبير ثانوية عامة، كان سنة ثانوية عامة يعني الحمد لله جاب 99، بس هو مش بيلعب في النادي الأهلي بصراحة، هو بيلعب في نادي تاني. وهو صغير يعني من هو 5 سنين كنت لازم الرياضة دي أهم حاجة. بنتي برضو نفس الحكاية، يعني البنات زي الولاد بالظبط، بس أنا ابني بقى هنا اللي بيتدرب طايرة. طبعا حضرتك بقى تخيلي هم كمان في مدارس فرنسية وانا اصلا انجليش، فتخيلي بقى ان انت قد ايه المعاناه ان انت اصلا بتذاكري لهم. يعني يومي بتبتدي مثلا من الساعه 5 الصبح، من ساعه ما بينزلوا يروحوا المدرسه، بعد كده انا بقى بعمل اكل بسرعه كده عشان لما يرجعوا من المدرسه يلحقوا ياكلوا، ونروح بقى التمارين بتاعتنا وكده، وانا كمان بشتغل مفترض يعني. فاحنا عندنا يوم بيبدا من 5 الصبح لحد الساعه 12 بالليل، عبال ما تروحي بقى وتخلصي وتعشي ويروحوا ويناموا الكلام ده كله، عشان نصحى تاني يوم نعمل برضو مدرسه واجبات. اليوم مش عايشاه اصلا، انت عايشه من اجل الولاد ان هم يروحوا التدريبات وكده. طبعا لما بيرجع من المدرسه بيبقى عليا ان انا المفروض ان انا اكون مجهزه له الاكل او ساندوتشات او كمان حاجات مفيده. وفي بعض الاحيان طبعا بيبقى عندهم ماتشات، فلازم الماتشات ياكلوا حاجات معينه، مش لازم يملوا بطنهم قوي، فكان بيبقى لازم معاكي عصاير فريش، خضروات، لازم فواكه، يعني كل الحاجات دي لازم تبقى متجهزه بحيث ان هم ياكلوا الحاجات المفيده اللي ما تضرش جسمهم. وبعد كده بقى تاخديهم وتروحي التمارين. مثلا لو في مثلا الساعه 7 8 بنفضل بقى قاعدين هنا في النادي نعمل الواجبات بتاعتنا، لو في مذاكره، لو في امتحان، نخلص بقى الحاجات دي يروح يتمرن، نرجع ننام. طبعا هو يوم شاق جدا بصراحه عليا وعليه الحق، بس حاجه بتبقى لطيفه يعني. اسمي يوسف شريف وبلعب في نادي الاهلي كره طايره تحت سن 13 سنه. والله يوسف بدا معانا ما كانش كويس وما كانش مركز خالص، لكن تحت الضغط وتحت التكرار والتركيز بدا مستواه يتحسن وبدا يبقى من اللعيبه الكويسين. يعني هو بدايته ما كانتش كويسه لكن هو بيتحسن، ودي ميزه اللعيب اللي بيسمع وبيركز وبيحسن مستواه، فدي حاجه كويسه فيه، هو بيتحسن في مستواه. والله بصي، هو طبعا لازم هي عملية تنظيم، يعني ما ينفعش ان انا مثلا يعني عارفة لازم الوقت كله محسوب معاكي. يعني مثلا ايه، لو تصحي في وقت معين لازم توضبي الاكل بتاعهم في وقت معين، تعملي لهم السندوتشات اللي رايحين بيها المدرسه، لما يرجعوا تلحقي بسرعه تعملي الحاجه. بس هم بصراحه بيساعدوني، الميزه لان هم برضو بيحبوا الرياضه فبيساعدوني ان احنا بنعمل ننجز الوقت. يعني مثلا انت ممكن لو ما بنلعبش رياضه فنفرض يعني وقاعد في البيت بتلاقي نفسك ممكن ما تذاكريش حاجه، ما تعمليش اي حاجه خالص، بيبقى الوقت ما بتعرفيش تستغليه كويس. لكن لما بيكون في مع التمرين بنبقى كل البيت ملتزم على مواعيد التمارين بتاع. وبعدين احنا عندنا مواعيد تمارين مختلفة، ولو في ماتشات بقى كمان بيبقى في لازم تروحي قبل الماتش او الكلام ده كله. بالاضافة كمان بصراحة المدرسة برضو يعني بصراحة يعني بنهتم بالرياضة جدا، يعني هم عشان مدرسة صبيان فقط فبيهتموا جدا بالرياضة، فبيعملوا بقى كمان دوري المدارس، فانت بيبقى عليكي ساعات جدا بيخرج بره المدرسه، يعني بتفوتوا حصص، فانت بيبقى عليكي عبء كمان ان انت تجمعي من اولياء الامور بسرعه الحاجات اللي فاتته علشان لما يرجع يلحق يعملها، او لو هنذاكر او الكلام ده كله. فلا يعني طبعا لازم هي عمليه تنظيم وقت. اخترت لعبة الفولي عشان اخواتي كلهم طالعين بيلعبوا فولي، وهي لعبة جماعية وانا بحب اللعبة الجماعية، ولعبة حماسية كمان. ومركزي في لعبة الفولي ليبرو، اللي هو بيكون ورا المهاجم. بدأ مش كويس، كان عنده اخطاء، دايما بركزوا على اخطائه دي والصح كذا، يغلط في كورة عيد اعمل الصح مرة واثنين وثلاثة، مع تكرار الصح بيتقن الصح وهو بيستوعب كويس.
اولا لازم تعملي اكل مفيد، يعني ما ياكلوش اي حاجه عشان جسمهم يبقى متغذي كويس. فده طبعا موازنه صعبه جدا ومكلفه برضو كتير جدا، لان انت مثلا فنفرض ان انت راجعه من الشغل ما جهزتش حاجه، ايه الحاجه المفيده اللي ممكن ياكلوها؟ مثلا سمك، فالسمك ده مكلف جدا. لازم على الاقل لو ما كنتيش محضره بقى حاجه، مثلا هتبقى حاجات مشويه، فراخ مشويه او كده في البيت برضو، يعني ما بحبش انا اجيب اكل من بره او الكلام ده كله، لان الحاجات بتاعه بره برضو ممكن توجع معدتهم او الكلام ده كله. وبرضو ما بحبش ان هم ياكلوا حاجات من النادي كتير، يعني كبيري من النادي ممكن ناخد عصاير فريش او مثلا شوكولاتات، اي حاجه تديهم طاقه، يعني مثلا لو يعني عبال ما يبتدوا ياكلوا او الكلام كده لو في ماتشات بالذات. طيب بما انك بتشتغلي وبتيجي معاهم التمرينات، كل ده وقت البطوله قصه، ووقت التمرينات العادية قصة تانية خالص. هي وقت التمارين العادية بقى طبعا وقت الماتشات بتبقى فيه انفعالات، وانا بحب اروح معاه بصراحة الماتشات، لاني بيبقى هو مبسوط ودايما بيبصص عليا وشايفني لو مش موجودة بتحس ان هو مش بيبقى اداؤه كويس قوي للدرجة. انا وبقيت الامهات كلية، يعني احنا كلنا بنبقى عاملين زي الاسرة الواحدة بصراحة الحق، يعني كلنا لو حتى واحدة مامتها مش يعني مامته مش موجودة او كده ما بنحسسوش بكده، يعني كلنا بنبقى مع بعض بصراحة. وقت التمارين بقى انت ممكن تنامي وانت قاعدة، او ممكن وانت راجع طبعا، لان بيبقى يومك من 5 الصبح ل 12 بالليل ما حطيتيش جسمك على السرير خالص، فممكن جدا تنامي على الدركسيون وانت ماشي. انا ببقى فاتحه عيني بالعافيه، يعني عارفه فاتحه السرير ايه يا رب بس اوصل لحد البيت. بس لا يعني بتبقى حاجه صعبه جدا يعني، بس برضو كلها يعني حاجات يعني كلها في صالح الولد، يعني كل الواحد بيتعب علشان خاطر ما ينحرفش، ما يفكرش في حاجات وحشه، ما نشغلوش بقى بالحاجات اللي هي الحديثه الايباد والموبايلات والكلام ده كله، يعني يبقى كل تركيزه في الرياضه ويبقى جسمه كويس، وبنبني بقى جسم كويس وعقليه سليمه بصراحه. ما اثر عليه في دراسته خالص بصراحه، يعني هو بصراحه بيطلع من الاوائل على طول، هو واخواته. يعني مثلا اخوه الكبير دخل يعني جايب ما شاء الله 99% السنه دي ثانويه عامه، وهو برضو اخوه نفس القصه. هم بصي من اول 5 سنين وانا مهتمه بالرياضه. انا كمان كان مع يوسف بالذات كمان كان يعني مشكله اصعب، ان انا كنت لسه عندي بيبي، فكنت بقى كمان بالليل، يعني تخيلي بقى في عز الشتاء تاخدي البيبي وتروحي وتفضلي قاعده في الهواء علشان تفضلي قاعده مستنيه ما يخلص التمرين بتاعه، ولو هنا في الصاله بتبقي خايفه اللي هي من الصاله بتبقى دفى تطلعي بره. لا يعني عارفه في حاجات لازم تعملها احتياطات كتير جدا، لا يعني عارفه معاناه يعني. علاقتي بزمايلي في الملعب بنتعامل دايما بحماس يعني مش بنزعل من بعض وكده، وبنحب بعض كلنا طبعا. الحكايات مع الأمهات عن متابعة التدريبات وتشجيع الأولاد في المباريات مش بيخلص. تعظيم سلام لكل أم في برنامج البطولة أمهات. ومعانا النهاردة بطلة جديدة من بطلات برنامجنا البطولة أمهات، عرفينا بنفسك. منى فتحي، انا عندي اولادي كلهم بيلعبوا رياضه تقريبا. ابني الكبير ثانويه عامه، كان سنه دي ثانويه عامه يعني الحمد لله جاب 99، بس هو مش بيلعب في النادي الاهلي بصراحه، هو بيلعب في نادي تاني. وهو صغير يعني من هو 5 سنين كنت لازم الرياضه دي اهم حاجه. بنتي برضو نفس الحكايه، يعني البنات زي الولاد بالظبط، بس انا ابني بقى هنا اللي بيتدرب طايره. طبعا حضرتك بقى تخيلي هم كمان في مدارس فرنسي وانا اصلا انجلش، فتخيلي بقى ان انت قد ايه المعاناه ان انت اصلا بتذاكري لهم. يعني يومي بتبتدي مثلا من الساعه 5 الصبح، من ساعه ما بينزلوا يروحوا المدرسه، بعد كده انا بقى بعمل اكل بسرعه كده عشان لما يرجعوا من المدرسه يلحقوا ياكلوا، ونروح بقى التمارين بتاعتنا وكده، وانا كمان بشتغل مفترض يعني. فاحنا عندنا يوم بيبدا من 5 الصبح لحد الساعه 12 بالليل، عبال ما تروحي بقى وتخلصي وتعشي ويروحوا ويناموا والكلام ده كله.
كله عشان نصحى تاني يوم نعمل برضو مدرسة واجبات. اليوم مش عايشة أصلا، أنت عايشة من أجل الولاد إن هم يروحوا التدريبات وكده. طبعا لما بيرجع من المدرسة بيبقى عليا إن أنا مفروض إن أنا أكون مجهزة له الأكل أو سندوتشات أو كمان حاجات مفيدة. وفي بعض الأحيان طبعا بيبقى عندهم ماتشات، فلازم الماتشات يأكلوا حاجات معينة، مش لازم يملوا بطنهم قوي، فكان بيبقى لازم معاكي عصاير فريش، خضروات، لازم فواكه، يعني كل الحاجات دي لازم تبقى متجهزة بحيث ان هم ياكلوا الحاجات المفيدة اللي ما تضرش جسمهم. وبعد كده بقى تاخديهم وتروح التمارين، مثلا لو في مثلا الساعة 7-8 بنفضل بقى قاعدين هنا في النادي نعمل الواجبات بتاعتنا، لو في مذاكرة، لو في امتحان، نخلص بقى الحاجات دي، يروح يتمرن، نرجع ننام. طبعا هو يوم شاق جدا بصراحة عليا وعليه الحق، بس حاجة بتبقى لطيفة يعني. اسمي يوسف شريف وبلعب في نادي الاهلي كرة طايرة تحت سن 13 سنة. والله يوسف بدأ معنا ما كانش كويس وما كانش مركز خالص، لكن تحت الضغط وتحت التكرار والتركيز بدأ مستواه يتحسن وبدأ يبقى من اللعيبة الكويسين. يعني هو بدايته ما كانتش كويسة لكن هو بيتحسن، ودي ميزة اللعيب اللي بيسمع وبيركز وبيحسن مستواه، فدي حاجة كويسة فيه، هو بيتحسن في مستواه. والله بصي، هو طبعا لازم هي عملية تنظيم، يعني ما ينفعش ان انا مثلا يعني عارفة لازم الوقت كله محسوب معاكي. يعني مثلا ايه، لو تصحي في وقت معين لازم توضبي الاكل بتاعهم في وقت معين، تعملي لهم السندوتشات اللي رايحين بيها المدرسه، لما يرجعوا تلحقي بسرعه تعملي الحاجه. بس هم بصراحه بيساعدوني، الميزه لان هم برضو بيحبوا الرياضه فبيساعدوني ان احنا بنعمل ننجز الوقت. يعني مثلا انت ممكن لو ما بلعبش رياضه فنفرض يعني وقاعد في البيت بتلاقي نفسك ممكن ما تذاكريش حاجه، ما تعمليش اي حاجه خالص، بيبقى الوقت ما بتعرفيش تستغليه كويس. لكن لما بيكون في ميعاد تمرين نبقى كل البيت ملتزم على مواعيد التمارين بتاعي. وبعدين احنا عندنا مواعيد تمارين مختلفة، ولو في ماتشات بقى كمان بيبقى فيه لازم تروحي قبل الماتش او الكلام ده كله. بالاضافة كمان بصراحة المدرسة برضو يعني بصراحة يعني بنهتم بالرياضة جدا، يعني هم عشان مدرسة صبيان فقط فبيهتموا جدا بالرياضة، فبيعملوا بقى كمان دوري المدارس، فانت بيبقى عليك ساعات جدا بيخرج برا المدرسة، يعني بتفوت حصص، فانت بيبقى عليك عبء كمان ان انت تجمعي من اولياء الامور بسرعة الحاجات اللي فاتته علشان لما يرجع يلحق يعملها، او لو هنذاكر او الكلام ده كله. فلا يعني طبعا لازم هي عملية تنظيم الوقت. اخترت لعبة الفولي عشان اخواتي كلهم طالعين بيلعبوا فولي، وهي لعبة جماعية وانا بحب اللعبة الجماعية، ولعبة حماسية كمان. ومركزي في لعبة الفولي ليبرو، اللي هو بيكون ورا المهاجم. بدأ مش كويس، كان عنده اخطاء، دايما بركزوا على اخطائه دي والصح كذا، يغلط في كورة عيد اعمل الصح، اعمل الصح مرة واثنين وثلاثة، مع تكرار الصح بيتقن الصح وهو بيستوعب كويس. اولا لازم تعملي اكل مفيد، يعني ما ياكلوش اي حاجه عشان جسمهم يبقى متغذي كويس، فده طبعا موازنه صعبه جدا ومكلفه برضو كتير جدا. لان انت مثلا فنفرض ان انت راجعه من الشغل ما جهزتش حاجه، ايه الحاجه المفيده اللي ممكن ياكلوها؟ مثلا سمك، فالسمك ده مكلف جدا. لازم على الاقل لو ما كنتيش محضره بقى حاجه، مثلا هتبقى حاجات مشويه، فراخ مشويه اوكي في البيت برضو، يعني ما بحبش انا اجيب اكل من بره او الكلام ده كله، لان الحاجات بتاعه بره برضو ممكن توجع معدتهم او الكلام ده كله. وبرضو ما بحبش ان هم ياكلوا حاجات من النادي كتير، يعني كبيري من النادي ممكن ناخد عصاير فريش او مثلا شوكولاتات، اي حاجه تديهم طاقه، يعني مثلا لو يعني عبال ما يبتدوا ياكلوا او الكلام كده لو في ماتشات بالذات. طيب بما انك بتشتغلي وبتيجي معاهم التمرينات، كل ده وقت البطوله قصه ووقت التمرينات العادية قصة تانية خالص، صح؟
فعلا. هي وقت التمارين العاديه بقى طبعا طبعا وقت الماتشات بتبقى فيه انفعالات وانا بحب اروح معاه بصراحه الماتشات لاني بيبقى هو مبسوط ودايما باصص عليا وشايفني لو مش موجوده بتحس ان هو مش بيبقى اداؤه كويس قوي للدرجه. انا وبقيه الامهات كليه يعني احنا كلنا بنبقى عاملين زي الاسره الواحده بصراحه الحق يعني كلنا لو حتى واحده مامتها مش يعني مامته مش موجوده او كده ما بنحسسوش بكده يعني كلنا بنبقى مع بعض بصراحه. وقت التمارين بقى انت ممكن تنامي وانت قاعده او ممكن وانت راجعه طبعا لان بيبقى يومك من 5 الصبح ل 12 بالليل ما حطيتيش جسمك على السرير خالص فممكن جدا تنامي على الدركسيون وانت ماشي. انا ببقى فاتحه عيني بالعافيه يعني عارفه فاتحه السرير ايه يا رب بس اوصل لحد البيت بس لا يعني بتبقى حاجه صعبه جدا يعني بس برضو كلها يعني حاجات يعني كلها في صالح الولد يعني كل الواحد بيتعب علشان خاطر ما ينحرفش ما يفكرش في حاجات وحشه ما نشغلوش بقى بالحاجات اللي هي الحديثه الايباد والموبايلات والكلام ده كله يعني يبقى كل تركيزه في الرياضه ويبقى جسمه كويس وبنمي بقى جسم كويس وعقليه سليمه بصراحه. ما أثر عليه في دراسته خالص بصراحه يعني هو بصراحه بيطلع من الاوائل على طول هو واخواته يعني مثلا اخوه الكبير دخل يعني جايب ما شاء الله 99% السنه دي ثانويه عامه وهو برضو اخوه نفس القصه هم بصي من اول 5 سنين وانا مهتمه بالرياضه. انا كمان كان مع يوسف بالذات كمان كان يعني مشكله اصعب ان انا كنت لسه عندي بيبي فكنت بقى كمان بالليل يعني تخيلي بقى في عز الشتاء تاخدي البيبي وتروحي وتفضلي قاعده في الهواء علشان تفضلي قاعده مستنيه ما يخلص التمرين بتاعه ولو هنا في الصاله بتبقي خايفه اللي هي من الصاله بتبقى دفى تطلعي بره لا يعني عارفه في حاجات لازم تعملها احتياطات كتير جدا لا يعني عارفه معاناه معاناه يعني. علاقتي بزمايلي في الملعب بنتعامل دايما بحماس ويعني مش بنزعل من بعض وكده وبنحب بعض كلنا طبعا وحلو ان انا اطلع لعيب في منتخب مصر ومسعى الاعلى محمد احمد صلاح اللي بقى لعيب منتخب مصر ان انا اطلع زيه. لا الصراحه هو من الناس المهذبين جدا بيمشي بشكل مع زمايله بيساعد زمايله في اي مواقف معينه من اللعيب المهذبه اللي ما بيعملش مشاكل في الفريق صراحه. مش مريحني انا اللي بحب يعني ممكن اتعب نفسي شويه انا بحبش ادي دروس خالص يعني بصراحه هو شاطر من غير دروس بس هو يعني انا كنت متفقه معاه على حاجه انت عايز تلعب رياضه يبقى الوقت اللي هنيجي فيه التمرين الوقت اللي قبليه فاضي هتبقى مركز معايا 100% عشان نخلص بدل ما نقعد مثلا 4-5 ساعات لو هو مش بيلعب او كده 4-5 ساعات هنعمل حاجه لا عايزها في نص ساعه فهو بصراحة برضو علشان في سبيل ان هو بيحب يلعب فبيبقى بصراحة بيجي على نفسه يعني فاهمة ما بيضيعش وقت بقى يعني احنا كل وقتنا بحساب بس بصراحة ده برضو علمه الالتزام عادة التمرين وبرضو بصراحة هنا الكباتن يعني بصراحة كويسين في كده ان انت عادة التمرين حتى لو اتأخرنا شوية الكابتن ممكن يخليه مثلا يلف التراك 20 مرة بالظبط كده برغم ان هو ملوش ذنب يعني انت برضه هو بيجي معايا وما اقدرش يجي لوحده ما اقدرش اسيبه لوحده مثلا ولكن برضه علشان يعوده ان هو يلتزم اكيد هو ضيع وقت مثلا في حاجه معينه اتدلع شويه عبال ما لبس هدومه ما فيش وقت للدلع انت ادام هتلعبي رياضه يبقى لازم انسان ملتزم وجد ولازم بقى حاجات بصراحه بتبني شخصيته كويسه يعني. شفتك واحنا جوه الصاله بتشجعي اولاد تانيين مش ابنك بس يعني الصراحه انا بحب اللعبه جدا وبعدين بيبقى فعلا عارفه تحسي ان هم الاكبر بقى كمان بيبقوا يعني عارفه تحسي يشدوكي اكتر لان هم لسه يوسف لسه صغير شويه بس برضو يعني عارفه لو لما مثلا بتفرج عليه في ماتش او كده بس مش ببقى مشدوده ليه هو بس انا ببقى مشدوده ليه هو وزمايله كلهم يعني عارفه انها برضو لعبه جماعيه هي مش لعبه فرديه فانت لو واحد واقع مثلا او مش كويس بنحاول نشجعه احنا والامهات كلهم بصراحه علشان خاطر يبقى كل الفرق يعني عارفه اللي هو لو خسروا نقطه النقطه ديت يعني هتسمع في الفرقه كلها فانت لا يعني حتى احنا مثلا بالرغم ان احنا مثلا الفولي بيبقى 5 جيمات السنه اللي فاتت يعني فكان مثلا احنا طبيعه الاهلي ما يحبش يخسر ولا جيم يعني حتى لو احنا كسبانين 4 جيم لا الجيم الاخير ده ما ينفعش يتساب مننا فلازم نقعد نشجع لحد اخر لحظه مش مجرد ان انا ابني يلعب وخلاص لا بقيه الولاد كلهم بصراحه
بس بصراحه برضو الامهات كلهم متعاونين. يعني احنا بصراحه يعني كمان مثلا لو انا مثلا ساكنه في حته معينه وجنبي كذا ام او كده برضو بنساعد بعض، ودي بصراحه يعني بتسهل العمليه شويه. يعني مثلا انا عندي ظروف مثلا مش هقدر اروح او كده، مثلا ام تانيه بتاخد الولاد كلهم اللي ساكنين معانا في المنطقه تروح توديهم، هي عندها ظروف انا ممكن اشيل القصه دي. بصراحه يعني منظمينها الحق يعني، وكل الامهات بصراحه متعاونين جدا الحق دايما مامتي بتصحيني، بتكون حريصه دايما انها تصحيني على الساعه مثلا قبل التمرين بساعتين وتجهز لي الفطار وتجهز لي لبسي، وبعد كده ننزل نروح التمرين. وبعد كده بعد التمرين مامتي بتكون مجهزه لي الاكل، بتكون مجهزه لي اكل وكل حاجه. في اخر التدريب مامتي وفي المدرسه مامتي بتكون مشتريه لي كتب وكده، وبعد التمرين بتفضل تذاكر لي. وبعد كده بنتغدى وبتراجع دايما معايا على كل المذاكره. وفي الامتحانات مامتي بترجعني من التمرين ونفضل نذاكر، بنذاكر كتير، وبعد كده مامتي ترجع معايا وبعد كده بخش انام. والله ان شاء الله اتمنى هو زي ما اتحسن الشهرين دول يتحسن الفتره الجايه ويبقى ليه دور ويبقى لعيب اساسي في الملعب، فاتمنى يكون ليه دور في الفريق ان شاء الله في البطولات باذن الله تعالى. بصراحه في معاناه، لان هنا النادي كمان علشان الولد يبقى بطل في اي لعبه بيجي على حساب الاهل جامد جدا وعلى حساب الولد. تمارين تقريبا شبه يوميه او 3-4 ايام في الاسبوع، ومواعيد صبح وبالليل مواعيد مختلفه. انا كأم عندي مثلا 3 أو 4 اطفال، علشان ادخل كل طفل الحاجه اللي بيحبها واواظب له فيها طبعا انا بتعب جدا، ولازم يحصل فيه تقصير في اي ناحيه، في البيت مع الطفل التاني مع اي حد. هو التنظيم بيفرق، الواحد يخطط من البدايه هيعمل ايه ويرتب. يعني انا بكتب في ورقه وقلم انا هعمل ايه النهارده، هروح فين، هعمل اكل ايه، ومواعيد الساعه كام، عشان اقدر يا دوبك اوفق شويه. والتوفيق ما بيحصلش 100% برضه. طبعا الرياضه حاجه مهمه جدا، بس الدراسه اولويه اولى والرياضه اولويه ثانيه او ثالثه. لا، هي الرياضه في حياه اي بني ادم شيء جميل ومطلوب وايجابي جدا. يعني انا ابني الصغير انا بوجهه كتير جدا، ما بيسمعش مني اي حاجه، لقيت بجد انه لما استمر في الرياضه ابتدت تظبط في شخصيته لوحدها، اعتماد على النفس، مسؤوليه، احترام، بيشوف الاكبر منه وبيتعلم. لا، هي الرياضه مفيده جدا لاي حد، ثقه بالنفس، اعتماد، حب المسؤوليه، دايما لو في حافز كمان ده بيشجعه يبقى احسن. حاجات غير مباشره، لان المباشره مع تربيه الاولاد ما بتجيبش نتيجه، اي اسلوب غير مباشر احيانا بيجيب نتيجه كويسه زي الرياضه كده. قرار ان انا اخد في قرار ان يبقى اولادي في فرق رياضيه، انا عندي توأم مارست الرياضه معاهم، مش عشان ان انا امارس كلعبه رياضيه للجسم وخلاص. فكان قرار صعب جدا جدا، وانا اللي شلت مسؤوليته لوحدي تقريبا، عشان مجهود مع شغلي ومع بعد المسافه، وان انا حاولت ان انا اجي على نفسي في كل حاجه علشان اوفق ما بينهم الاثنين. مواعيدهم الرياضيه بتبقى صعبه جدا الاثنين مع بعض، بس الحمد لله ربنا قدرني. بحاول بقدر الامكان ان انا ابقى منظمه جدا، ما عنديش استعداد ان انا ابقى سايبه اليوم كله حسب الظروف. عندي وقت المذاكرة، عندي وقت للشغل، عندي وقت للرياضة، وهم كمان بيبقوا ماشيين على نفس النظام اللي أنا حاطاه. المواجهة صعبة في الأول، الولاد بتبقى متدلعة وخايفين وقلقانين، وبعد كده لا، الدنيا مع توجيهاتي وتوجيهات باباهم والكباتن والحرص على تكوين الشخصية، الحمد لله مش بعاني دلوقتي خالص. ده هم دلوقتي تقريبا 11 سنة وبياخدوا قراراتهم لوحدهم. كمجتمع تقريبا في مصر معظم الرياضيين اللي بيبقوا مستواهم عالي في الفرق بيبقى الدراسة عندهم تقريبا شبه مش موجودة، وده أول قرار أنا أخدته إن ده لازم يتوازي مع ده. ما عنديش حاجه اسمها الدراسه لا تقل عشان الرياضه تزيد، لا، الاثنين ماشيين الحمد لله لغايه دلوقتي من الاوائل، و98% على طول مع بعض. بتضيف له القوه، بتضيف له الثقه بالنفس، بتضيف له التمييز بين الصح والغلط، الاختلاط الصح، اختيار الناس، كل حاجه كويسه.
والله انا معاناتي في ان انا طبعا باجي مشوار طويل جدا علشان اوصل هنا للمكان بتاع التمرين بتاع ابني، ويعني انا ساكنه في الرحاب وهنا مثلا باجي مشوار طويل لحد النادي هنا في الجزيره، فطبعا بيبقى المشوار طويل جدا عليا، لكن بصراحه بيكون ممتع لان انا بحس ان ولادي بيتحسنوا وبيتغيروا كتير جدا بالرياضه. ان الواحد يوفق ما بين اصعب حاجه في التمرين مع ولادي، ان الواحد يقدر يوفق ما بين ان الولاد بيكونوا بياكلوا صحي وان هم بيجوا يحضروا تمارينهم في وقتهم، وان هم ينسقوا ما بين الدراسه والتمارين ويبقوا متفوقين في الاثنين مع بعض. دوري في التوفيق ما بين المواعيد بتاعه الدراسه والتمرين، انا بحاول ان انا اكون جهزت كل حاجه قبل ما ولادي يكونوا خرجوا من المواعيد بتاعه المدرسه بتاعتهم، وان انا بحاول بكون ظابطه وقتي وعارفه عامله وقت يعني سبيس مثلا للزحمه او كده، وان انا اكون قادره ان انا حاسبه الوقت بالظبط بان انا اجيبهم من المدرسه واجيبهم على التمرين في وقته بالظبط وبدون اي معاناه مع الزحمه او مع الطريق او كده. طبعا الرياضه والدراسه بيكملوا بعض جدا وهم بيدوا دافع لبعض، وان هو يعني انا بشوف ان لما ولادي بيكونوا مبسوطين في الرياضه اللي بيحبوها وبيحسوا ان هم بينجزوا فيها، ده بيخليهم كمان مبسوطين وبينجزوا في دراستهم. دور الرياضه في حياه ابني ان هي بتبني له شخصيه، وان هي بتدي له ثقه في نفسه، وان هي بتخليه مستمتع في وقت الدراسه وفي وقت الاجازه، وان وقت فراغه دايما مشغول بحاجه مفيده. الرياضه بتضيف له الحب للحاجه اللي هو ان هو بيعمل حاجه هو بيحبها، وان هو كمان بيكون مستمتع، وان هو بتبني له ثقه في نفسه كتير جدا، وان هو بتخليه حاجه مبسوط يعني. بصراحة ما بيلحقش يوصل لمرحلة الملل، لأن مثلا احنا في الصيف بيبقى هي معظم التدريبات بتاعتنا عشان البطولة أو المسابقات بتبتدي مثلا من أول سبتمبر أو أكتوبر تقريبا الموسم بتاعنا. ففي الفترة دي بيبقى فترة الإعداد، هو بقى بيخلص التمرين بيبقى هو وزمايله مش عايزين يسيبوا بعض أصلا، بيبقوا عاملين زي الإخوات. فبعد ما بيخلصوا التمرين بيبقى دي بقى الحاجة اللي هي عارفة اللي هي زي المكافأة ليهم إن هم حضروا التدريب وكده، إن هم يبتدوا يلعبوا كورة بره. يبتدوا يلعبوا كرة قدم بره، أو مثلا في بعض الأولاد بيحبوا يلعبوا بينج بونج، يعني بيلعبوا مع بعض يعني، فاهمة؟ ممكن يقعد ساعة مثلا أو كده. في الفترة بقى اللي هي بعد ما مخلص الموسم بتاعنا بيبتدي بقى الفترة دي بتبقى غالبا امتحانات بتاعت آخر السنة، فدي مبقاش في وقت خالص إن احنا نعمل حالة التشبع دي. بعد كده بقى ما بيخلص بيبقى استعداد للموسم الجديد، بس قبليها ممكن يبقى قاعد فترة فعلا فاضي. الفترة دي بقى أنا بحاول أستغلها، مثلا في الفترة السنة دي مثلا عملت إيه؟ ابتديت ألعبه ألعاب قوة، قلت دي حاجه برضو زي فتنس كده هتعمله بحيث ان هو يبقى داخل الموسم الجديد وهو يعني لياقته البدنيه كويسه، ما يبقاش برضو فتره كبيره قاعد في البيت ما بيعملش اي حاجه خالص، المذاكره طبعا ما بيتحركش خالص تقريبا يعني، فما بنلحقش ان هو مش بيبقى عنده وقت اصلا يبقى مرحله الزهق دي. الرياضه بتشكل لك عبء مادي؟ شويه بصراحة، لاني برضو ساعات كتير جدا بتبقي مثلا عايزة، هم ما شاء الله بيكبروا بسرعة يعني عارفة بيطولوا وبيكبروا بسرعة، فانت مثلا كل شوية بتضطري انت تجيبي جزمة جديدة مثلا، والجزم بقت طبعا غالية جدا، برضو البنزين رايح جاي، انت رايح جاية في السواقة دي طبعا برضو كتيرة، بس برضو يعني كل حاجة يعني كل حاجة ليها مميزاتها وليها عيوبها بصراحة، بس ميزتها ان انا في الاخر ببني انسان كويس يعني عارفة اللي هو مش ضايع، مش يعني رياضي وعقله كويس برضو وشاطر في مذاكرته، لا يعني حاجة تستاهل بصراحة.
المعاناة بتاعتنا احنا هي سلاح ذو حدين، هي معاناة بس أنا ببقى منسجمة بيها معظم الوقت بصراحة، بحس إن رجعت طفلة تاني. الحاجات اللي كان نفسي أعملها يعني أنا بمرن دلوقتي باسكت لسدرة، أنا ساكنة أساسا في العبور، لما باجي مشوار زي ده ما كنتش أتخيل أجي سايقة، بس لقيته ممتع. يعني ببص لنفسي لو أنا كنت مكانها كنت أحب ماما طبعا تروح بيا وتيجي، برضو كان على أيامنا اهتمام بالرياضة كان ضعيف شوية. بتعب بس بحس ان الولاد بتحس بتعبنا فبيبسطني، يعني لما تكون هي مهتمه بتمرينها وعايزه تعمل حاجه فلازم اساعدها، يعني ببقى مستمتعه رغم ان معظم الوقت انا مببقاش فاضيه، يعني زي ما انت شايفه معايا كمان طفله، فكان دمار السنه دي الحمد لله. لو هي تعبانه في الدراسه وقت الدراسه بيبقوا مضغوطين شويه، هوم ورك كتير، وقت التمرين لازم مفروض عليكي تيجي، ممكن 3 ايام ممكن 5 ايام في الاسبوع، وممكن متلحقش تخلص الهوم ورك بتاعها والمذاكره اللي عندنا، بس يعني زي ما انا قلت لك هي سبحان الله بتبقى فيها متعه برضو، هي خلاص حبت الرياضه ما بقتش تقدر تستغنى عنها. وراي حاجه على طول، عارفه اللي هو الوقت لو فات ساعه كده ضاعت منك في اي حاجه بتلاقي الموضوع عندك تراكمي، فجاه كده تلاقي اليوم في حاجه غلط النهارده حصلت عطلتني شويه، بس بنظمها يعني بحاول على قد ما اقدر. عاملين حساب ان احنا نيجي المدرسه في ميعاد كذا، هنتغدى هنريح ساعه، عندنا تمريننا بنروح نتمرن ونرجع ناخد شاور ونقعد نكمل الهوم ورك بتاعنا، ما قدرناش بننام ونصحى الفجر نكمل الهوم ورك بتاعنا قبل المدرسه. الرياضه بتكمل الدراسه جدا جدا، يعني لان الرياضه بتخلي الاولاد اذكياء جدا، ذهنهم حاضر على طول، اساسا طبيا بيقول لك بتعمل على طول تنشيط الدوره الدمويه للولاد، فالولاد بيبقى عندهم الانتباه في تركيز اعلى غير الولاد اللي ما بيمارسوش رياضه. وبعدين اكتر حاجه بقى اللي محدش بياخد باله منها كتير، بتنظم الوقت جدا. انا لما اكون هصحى الصبح عارف النهارده عندي تمرين، عارف ان انا هاجي من المدرسه عندي ايه هعمله عشان الحق التمرين، فيها التزام، والالتزام مع الولاد في السن الصغير ده جميل جدا في اللي ينظم لهم وقتهم على طول. وزي ما انت طبعا اكيد عارفه كل الناس المتفوقين رياضيا بمتفوقين دراسيا طبعا، اهم حاجه ان عملت صداقات حلوه جدا وشايفه ان اصحابها زيها، يعني ميزه الرياضه مع الولاد في السن الصغير ده بيطلعوا بشله او اصدقاء زي ما احنا كنا بنسميها شله، فيها حاجات مع بعض، يعني تحسي ان الولاد فيهم من بعض شبه بعض، فبتبقي مطمنه على ابنك او مع بنتك اذا كانوا عارفين الناس دي عارفه ان هم زيهم، مش هتخافي على الولاد مع بعض. الرياضه بتضيف لبنتي انا شفت فيها انها بقت سريعه ذكيه اكتر، بقى عندها لياقه اعلى، بقت تعرف تتصرف، بقى عندها حته الحريه في التصرف، ما بقتش متردده زي الاول، بقت تفكر كويس قوي هي ايه اللي هينفعها وايه اللي ما ينفعهاش، وده مهم. يعني احنا حددنا الكلام ده لما كبرنا. الرياضه بقى بتساعدك انك تحددي قراراتك وبشكل سريع، لانك لو ما نفذتيهاش في الوقت اللي انت المفروض يتنفذ فيه بتضيع معاكي فرص كتير. انا بقاتل عليه. انا كان السنه دي عندي ثانويه عامه على رغم اني مش فاضيه طول الوقت، بس ما قطعتش الرياضه بتاعت بنتي دي فعلا، ان فعلا بتساعدهم على كل حاجه كويسه زي ما انا قلت لك. ما لو الست حابه انها تبقى فعلا ورا اولادها انا اعتقد اهم حاجه الرياضه، اهم من اي حاجه طبعا بعد ان هم يصلوا ويحفظوا قران لو قدروا في الوقت، الرياضه حاجه فعاله انها تمنحهم حاجات كتير غلط، بتمنحهم من صحبه وحشه، بتمنحهم من امراض، بتمنحهم من الاختلاط بناس مش مستوى علمي او ثقافي معين، لان اللي بيمارس رياضه بتحس ان هو فيه مميزات كتير جدا وما يقدرش يعمل اي حاجه غلط، لان سبحان الله بتربي فيه الصبر وبتربي فيه الاجتهاد، بتربي فيه النجاح والثقه في النفس، ففوائدها ما شاء الله كتير جدا. وقت الدراسه، وقت الدراسه بيبقى اكبر وقت مضغوطين فيه. حته وقت التمرين انا فعلا كان مر عليا سنه من السنين عندي الولاد مواعيد تدريباتهم عشان كذا ليفل، ممكن اقعد 4 ساعات متواصل في النادي من تمرينه لتمرينه من تمرينه لتمرينه، بس عشان معاكي كذا طفل فلازم ترضي الكل، مش هتلعبي واحد واحد لا. بس الحمد لله لما بيكبروا زي ما بقولك بيبقى عندهم اعتماد على نفسهم، يعني انا ممكن لو ورايا مشوار اوصل البنت التدريب وهي تنزل وارجع اخدها، ما بقتش تربطني القوي زي الاول، يعني لما بيبقوا صغيرين بتبقي مرتبطه وتواجدك في المكان اكتر ما بيعرفوش يتصرفوا، انما لما الولاد بتبتدي يبقى عندها ثقه في نفسها اكتر بتلاقي حريه ما شاء الله بيعرفوا يتصرفوا، يتصلوا بيكي يعرفوا يعملوا اي حاجه، اصحابهم موجودين بتعتمد عليها خلاص، بتبقي انت ما الا بتوصلي وبتطمني عليها انها وصلت وتيجي تاخديها، فبتبقى المعاناه اخف شويه.
لازم بصراحه كل ام لازم تعلم ولادها رياضه، ما ينفعش ابدا يقعدوا في البيت، حتى اي رياضه هم بيحبوها. وساعات الولاد هم صغيرين بيبقوش عارفين يلعبوا ايه، يعني ساعات يعني انا مثلا في الاول مررتهم على كل الالعاب لحد لما يعني استقروا على لعبه الفولي. مثلا بنتي الصغيره مش عاجبها الفولي دي فبلعبها مثلا باليه، بس لازم رياضه، لازم اي رياضه. مامتي دايما بتتعب معايا وشكرا يا امي. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهارده، وانتظرونا في حلقه جديده من برنامجنا البطوله امهاتنا.